ماما الحمد لله انك جيتي. انا كنت عايزه اشتكي لك منه، جوزي مش بيقعد معايا خالص يا ماما، ولا بكلمني خالص. يبقى انت مش بتنفذي النصايح اللي قلتلك عليها. لا يا ماما بنفذها كلها، بس هو دايما سايب البيت ومش موجود. بصي بقى، اعملي اللي هقولك عليه، اوعي تكلمي جوزك الصبح. ليه يا ماما؟ هيقولك مش فاضي، انا عاوز البس وانزل. طب اكلمه لما يرجع من الشغل؟ لا لا، ولا تكلميه لما يرجع من الشغل، هيقولك انا راجع تعبان وعاوز اتغدى وانام. طب ماشي، هكلمه لما يصحى من النوم. لا ما تكلمهوش لما يصحى من النوم، هيقولك اعملي لي شاي. طب ماشي، اكلمه لما يشرب الشاي. لا يا عبيطة، ما هو لو كلمتيه لما يشرب الشاي هيقولك مش هين عليكي، اشرب الشاي في هدوء. طب ماشي، اكلمه لما يخلص الشاي. هيقولك انا نازل وسايبلك البيت، مش عارف اقعد فيه دقيقة واحدة في هدوء. حيرتني يا ماما، امال اكلمه امتى بس؟ والله يا بنتي ما انا عارفه، انا بقالي 60 سنه جواز، مش عارفه اكلم ابوكي امتى.